مع تزايد شعبية الطعام الصحي يزداد الإقبال على وجبات الطعام المنتظمة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا السوق 13 مليار دولار عالمياً بنهاية هذا العام، مع توقعات بنمو عند 4.5% سنوياً خلال 5 سنوات المقبلة. اليوم جئنا في ريادة هنا إلى شركة ناشئة تؤتمت هذا القطاع وتوفر منصة لمختلف البائعين والمنتجين لهذه الوجبات. ميل بلانت هي تطبيق ذكي من أول نوع بالمنطقة، بجمع بحل مشاكل أو تشالنجز كبيرة للكاستومرز الموجودين اللي بحبوا يكونوا على ميل بلانز، وبيوفر لهم فرصة إنه يشوفوا كل الميل بلانز بتطبيق واحد، يعملوا السيرش تبعهم، يشوفوا الأسعار، يشوفوا الريتينجز، يشوفوا المينيو، وبسهولة تامة وخلال أقل من دقيقتين يقدروا يعملوا سبسكريبشن لميل بلان، وبعد ما يعملوا سبسكريبشن يديروا ومانج الميل بلان بكل سهولة وأريحية. خطط وجبات يعني. خطط الوجبات اللي هي على وجبات أسبوعية، شهرية، صار في الواحد عنده سفر يقدر يغير على الابليكيشن نفسه، والتطبيق بسمح للمشترك to track ويشوف قديش أخذ calories، قديش أخذ carbs، قديش أخذ fat، المايكرو نيوتريشن، الزنك، المغنيسيوم. بعد شوي في تطبيق حيكون على المي قديش الواتر كونسومشن، الاستهلاك المائي. فهو نظام كامل وليس انه بدي اياه اليوم من الغداء، بدي اياه من العشاء. طيب ما هو نموذج العمل؟ يعني كيف تطورون انتم العوائد؟ هل هي نسبه من هذه المبيعات؟ صحيح. سو احنا نسبه المبيعات مش على المستهلك، على الميل بلان بروفايدر، اصحاب الميل بلانز. سو احنا يعني بنجمع الميل بلانز بتطبيق واحد، الكاستمرز دي ريجستر على الابلكيشن وبشوفوا كل الميل بلانز. صار السيلز 100,000، ناخد احنا نسبة من السيلز لكل ميل بلان بروفايدر. حصلتم مؤخرا على جولة تمويلية ب6 ملايين دولار، هل لك ان تخبرنا مع انكم يعني اطلقتم الشركة فقط هذه السنة، كيف تمكنتم من الحصول على هذه الجولة التمويلية ومن قاد هذه الجولة؟ الجولة was led or قادها MAVP, one of the largest VCs in the region, Alto Group, Faith Capital, the founders of طلبات. في عنا سنابل 500، التركي فينتشرز من السعودية، وفي عنا انتربرنورز لايك مارك لوري من اليو اس، وفي عنا سميح توقان الفاوندرز اوف سوق دوت كوم اند ياهو مكتوب. السبب انه جبنا هالتمويل هذا اتس سمثينج نيو، شيء جديد على السوق. احنا اول المبتكرين لهالفكرة، لانه الماركت اليوم تبع الميل بلانز ماركت كتير كبير، بس مش not serviced with technology. ما في التكنولوجيا تساعد المشتركين يسهلوا حياتهم. طب برأيك خالد، ما هو حجم السوق اليوم اللي الميل بلانز أو خطط الوجبات؟ حجم الميل بلانز من الـ F&B ماركت اليوم تقريباً 2%، وهي الـ 2% يمثل عدد المشتركين الحاليين الأكتف على الميل بلانز. 8% بيمثل مشتركين اللي حاولوا يدخلوا على الميل بلانز أو دخلوا مرة وما عجبتهم الفكرة لأنه التكنولوجيا غير مقدمة. فإحنا هلا إن شاء الله within the next سنتين الموجودة we're targeting 10% from the food and beverage market. 10% من سوق المأكولات. إن شاء الله لازم أتعلم أحكي عربي فصحى زيك. طيب ده مش بالضروري فصحى عامي بس عربي خلينا. طيب إذا قلنا 6 ملايين دولار حجم الجولة التمويلية، طبعا هذا مبلغ يعني كبير بالنسبة للجولات التمويلية التي يتم جمعها في المنطقة، بالنسبة لشركة تم تأسيسها خلال أقل من سنة. برأيك ما الذي دعم هذا الشيء؟ هل هو مثلا احنا نقول في لغة الستارت ابس فومو، فير اوف ميسينج اوت، الخوف من تفويت الفرصة بسبب وجود منصات اخرى كانت دخلت على هذا السوق في وقت مبكر، منصات اجريجيترز الطعام يعني بصورة عامة، ما الذي دعم هذه الجولة التمويلية؟ لا سؤال كتير جيد. هي مش فومو ابدا، هي انه الفكرة جديدة. عارفين دائما السوق الخليج والمنطقة الطلب على الأكل الصحي
والنيوتريشن فود متزايد دائما، وما في إجي تطبيق للآن حل هالمشكلة هاي. أنا personally كخالد برضو مش أول مرة بالفود تك، it's my second food tech startup and الأوليها كانت بالمطابخ السحابية. طيب خالد، أين سيتم توظيف هذه الجولة التمويلية $6 مليون؟ هل هي خطة توسعية؟ شغلتين، خطة توسعية احنا أخذنا رخصة بالسعودية وإن شاء الله on track إنه to be live by الربع الأول من 2025. التيم جاهز، هذا الرخص موجودة، we're planning excellent penetration للسعودية وتكنولوجيا. طب اليوم كيف ممكن نقيس معدل نمو أعمالكم؟ أعرف لكم فقط سنة بالسوق أو أقل، بس ما هي المعدلات المستهدفة؟ متى تتوقعون الوصول إلى الربحية؟ صحيح. So, إن شاء الله إحنا هلا عنا 100 ميل بلان بروفايدرز، براند يعني 100 شركة، يعني 100 شركة بيقدموا الوجبات الصحية والغذائية. إن شاء الله قبل نهاية السنة راح نكون 200، and the plan إنه to become 600 بآخر السنة القادمة، not including مش موجود مع حال سعودية. Okay. عنا حالياً إحنا ما صرنا سنة، صرنا بس شهر انطلقنا، وقبلها بشهر كان في عنا soft launch الموجود بس ما كان public. في عنا حالياً 1000 عميل مسجل.